في غمرة الحلول والمبادرات السياسية المتعثرة بخصوص الأزمة اليمنية، تكشف تصريحات حديثة للبيت الأبيض عن اتفاق أمريكي إماراتي بوقف الحرب في اليمن. الجانبان اتفقا على أهمية الضغط على الأطراف للالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية بحسب ما نشر على موقع الخارجية الأمريكية في تويتر. بعد أكثر من 18 شهرا من الحرب، يظهر التوافق الأمريكي الإماراتي لحل الأزمة اليمنية أكثر ضبابية عقب الإعلان عن مصطلح عليه بمبادرة كير المثيرة للجدل، خصوصا فيما يتعلق بالتحركات الإماراتية. تسعى الإمارات لتحديد موقفها مبكرا واتخاذ قرارات مصيرية مستندة بذلك إلى الدعم الأمريكي، على ما يبدو أنه خارج سياق عمل التحالف العربي الذي تعتبر الإمارات فيه الرقم الثاني بعد المملكة. مراقبون يرون أن الإدارة الأمريكية تمضي بالموقف الإماراتي عبر ملفات عدة، أبرزها ملف الحرب على الإرهاب في المنطقة وعزل الدور السعودي الذي بات يشهد فتورا واضحا في العلاقة بين الرياض وواشنطن. إلا أن هناك ما يفسر الموقف الإماراتي المتناقض منذ تحرير المناطق الجنوبية، حيث تسعى الإمارات لبسط نفوذها داخل المسار السياسي للأزمة اليمنية واتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بحل الأزمة بمعزل عن الإرادة السياسية للتحالف الداعم للشرعية. فيما أطراف أخرى ترى أن الموقف الدولي لم يعد يراهن على جدوى تنفيذ حزمة القرارات والمرجعيات المتعلقة بالمشهد السياسي اليمني، كما أن الخيار العسكري أصبح متعثرا، ولذا بات حتميا البحث عن حل سياسي يرضي جميع الأطراف، وهو ما يظهر جليا من خلال التنسيق الأمريكي الإماراتي. وبين هذا وذاك، يحرص اليمنيون على التمسك بمشروع استعادة دولتهم كاملة غير منقوصة وتحريرها بالسلم أو الحرب، غير أن ما تحمله التجاذبات الإقليمية والدولية في جعبتها يظل محل ترقب الجميع.